استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر قضيبية. وقد أكد سموهما خلال اللقاء أن مملكة البحرين وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى نجحت في تنظيم واحتضان كبريات الفعاليات الإقليمية والدولية لما تنعم به من أمن واستقرار وما يتوافر فيها من عناصر جد في كافة القطاعات ومنها المعارض والمؤتمرات. حث سموهما في هذا الجانب على ضرورة الاستمرار في تنمية صناعة المعارض والمؤتمرات وإقامة الفعاليات الكبرى التي تدعم المنظومة الاقتصادية بكافة فروعها التجارية والاستثمارية والسياحية. شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن اهتمام الحكومة بالمعارض والمؤتمرات يأتي لإيمانها بدورها في تعزيز آفاق التنمية والترويج لفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز الشراكة البحرينية الاستراتيجية مع مختلف الدول والشركات الكبرى ذات العلاقة، مؤكدين سموهما أن مملكة البحرين دائمة الترحيب باحتضان المعارض الإقليمية والدولية وتوفير كافة أسباب النجاح أمامها لما تمتلكه البحرين من سمعة طيبة على هذه الأصعدة وخبرات وطنية.